الصحفي في جريدة المصريون. أنا كنت بغطي الأحداث اشتباكات كوبري قصر النيل يوم الخميس اللي فات. طبعا كان في اعتداءات غاشمة من رجال الشرطة على المتظاهرين وعمال يضربوا فيهم بطريقة غاشمة، فكنت بصور التجاوزات دي. أداء عملي بيكلفني بكده إن أنا أرصد أي تجاوز من أي جهة، سواء كانوا متظاهرين أو بلطجية أو كانت قوات أمن بتقوم بدورها. فلقيت نقيب شرطة ومجموعة من ضباط الشرطة اعتدوا عليا بالضرب الغاشم على ظهري، حتى لو وريتك ظهري دلوقتي هتلاقي فيه إصابات جامدة جدا وجروح كمان. استنجدت بلوى كان موجود معدي لابس بلطو كده، ست انقذني يا فندم مش عارف ايه، جاء لي قلت له انا صحفي. طبعا قعدوا يشتموا في الصحافه والاعلام بصفه عامه بطريقه غاشمه، انتوا اللي مولعين الدنيا وكذا وكذا، ومتمادين في الضرب بتاعهم. ولما شافوا الكارنيه بتاعي يعني مش زادهم غير جحودا وغلظه في المعامله معايا والضرب كمان، يعني اول ما قلت صحافه ازدادوا اكتر، انتوا اللي مولعينها وانتوا خد 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 خد. حتى لقيت واحد جاي لابس ملكي ضمنهم ضمن المباحث، راح خبطني بحجر في دماغي من ورا بايده كده في دماغي. بعد كده قال لي وقال لي انت اللي جابك هنا امشي. بعد كده عرفت ان هو العميد علاء عباس اللي هو المسؤول عن الفرقه هنا. طبعا خدوا الموبايل بتاعي وخدوا كل اغراضي واعتدوا عليا بالضرب وسحلوني سحله تمام 100 100. طبعا بعد ما اللي هو خلعني منهم جيت امشي لقيت مجموعه لفه من وراه ولحقاني تاني وقعدت تضرب فيا تضرب فيا. فكان عقيدي معدي استنجدت بيه طبعا من قوات الامن المركزي، يا فندم انا ما عملتش حاجه، انا بشوف شغلي، انا بنقل الموضوع بحياديه. طبعا ما فيش قعد برضه يضربوني، راح شاردني موديني كده. بص لقيت نقيب شرطه بيجري ورايا ومعه طبعا العصايه بتاعته عمال يضرب بيها على ظهري على طول باستمرار، حتى الاثار لسه موجوده لغايه دلوقتي. وكانوا بيضربوني على صدري من هنا برضه، حاول كنت بصد بدراعاني الضرب، يعني متعمدين ان هم يعني عاوزين من الاخر يعملوا فيك اصابه او موتوك، لانه كان بيضرب على الدماغ بالعصايه اللي معاه بكل قوته. قعدوا يجروا ورايا لغايه لما وانا بجري منهم هم بيضربوا، وقفوا هم عند فندق شبرد وانا جريت وقعت في ميدان سيمون بوليفار. وناس زمايلي شالوني وودوني للميدان اتعالجت فيه في الكلمات اللي فيها، وبعد كده رحت المستشفى وعملت طبعا اشاعات على ظهري وكده وكل حاجه. بس انا كل اللي انا بطلبه ان الداخليه تتعامل مع صفين باحترام. انا بنقل حيادية، انت بتتجاوز حدودك ليه؟ يعني انت بتتجاوز ليه؟ طب ما تتخدم انت، يعني متعود ان انت تقفز على القوانين على طول، متعود ما تحترمش اي حد، كله عندك بالقوة. طب ما تتعامل مع الناس باحترام، امسك الواحد وحاكمه ضمن القانون اللي انت عايش فيه. احنا مش عايشين، ولا هي عاوزه ترجع لهواها قبل الثوره زي عمليات البلطجيه اللي بتقوم بيها والاعتقالات والاحتكار؟ يعني هم ليه مش عاوزين يحترموا يعني كرامه الانسان؟ اسمي هيثم عمار، رئيس قسم الاسلام السياسي بجريده الموز الاسبوعيه. انا يوم الثلاثاء اللي فات حصلت وقعه تهديد عليا من احد ضباط وزاره الداخليه امام السفاره الامريكيه. كنت متوجه الى مقر جريدتي، وفوجئت الساعه 12:30 تحديدا الظهر بسيده عجوز بتقول الاعتداء على حريه الصحافه. فسالتها ايه الموضوع، قالت لي في صحفي محتجزين جوه ومعتدين عليه. فتوجهت ناحيه الصحفي، طبعا لقيته في حاله لا يرثى لها تماما، متبهدل وهدومه متقطعه ووشه متبهدل كدمات، وبيشاور على ظابط تاني بيقول له منك لله ربنا يعمل في ولادك زي ما عملت فيا. فتوجهت ناحيه الظابط مباشره وقلت له انت ليه بتعتدي على زميل صحفي بيأدي عمله؟ قال لي وحضرتك مين من منتهى السخريه؟ قلت له انا زميل صحفي اسمه هيثم عمار. طبعا رد بلفظ انا يعف لساني عن صوتي ما اقدرش اقوله، ومسكني من قميصي وقال لي تعالى جوه اوريك انا عملت في ايه. ولقيت حوالي 50-60 عسكري امن مركزي حواليا، كل واحد بيشدني من ناحيه وانا بقاوم من الناحيه ديت. وطبعا في اثناء ذلك الشتيمه، يعني اعف برضه لساني عن ذكرها، شتيمه بالهم طبعا. فجاه مره واحده لقيت ظابط تاني طالع من جوه، هو اللي احتضنني وقال لي تعالى ابعد ومعلش وتاسف لي. يعني هو انا بوجه له الشكر طبعا اللي هو حماني من الاعتداء، يعني هو اعتدى عليا بس يعني لحد ما بضربه خفيفه. الظابط خدنا بعيد وقال انا اسف جدا، انا بعتذر لك واحنا مشدودين وشغالين من الصبح وما نمناش والكلام ده كله. قلت له انا بقدر مجهودك وفعلك طبعا، بس انا مش هسيب حاجه، وسبت ومشيت. بس انا بطالب نقابه الصحفيين النهارده، يا جماعه عايزين مجلس نقابه قوي جدا يجيب حق كل شهداء الصحفيين وكل صحفي تم الاعتداء عليه في مصر.